ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على علامات كل برج لما بيقع في الحب. كل برج كده لما بيقع في الحب ايه، او ازاي تعرف ان هو بيحبك، ازاي تعرف ان الشخص ده واقع في الحب، ازاي تعرف ان الشخص ده لا بيحبني، يعني الشخص اللي انت عايز تعرف هو بيحبك ولا لا. ركز معايا مبدئيا، ندخل في الموضوع على طول عشان ما نطولش. برج الحمل، تعرف ازاي ان برج الحمل بيحبك سواء رجل او مرأة؟ هتلاقيهم ان هم بيبصوا لكم كتير، نظرة عينهم بتكون عندها فيها لمعة قوية. هتلاقيهم ان هم عايزين يجروا معاكم كلام كتير، عايزين يقربوا منكم، عايزين ان احنا يعني هيحسسوكم بالحنان وعينهم فيها لمعة، وان هم بيبصوا لكم تحسوا ان هم بيراقبوكم بنظرة عينيهم. كمان هيقعدوا ان هم يسألوكم على حاجة، عارفين فكرة اللي هو اللي في البداية كده، اللي هو احنا بنسأل على اي حاجة، بنجر كلامه وخلاص. برج الحمل هيكون بيعمل ده. فدي حاجتين مهمين كتير تلاقيهم في الشخصية من ابراج او من برج الحمل سواء رجل او مرأة، لما يكونوا بيحبوك هيعملوا ايه. طيب برج الثور، برج الثور هتلاقيه ان هو بيبص لك وفي ثانية يخطف عينه، مش هيحب ابدا ان هو يوريك ان انا ببص لك او ان انا براقبك، هيبص بس يقلب عينه على طول ان انا مش مركز معاك خالص يعني، قال يعني، ويبدا ان هو يتكلم معاك في الوضع المهني، يعني يتكلم عن حاجه عمليه، يتكلم على حاجه ليها علاقه بشغل كذا كذا، انت ناقص ايه في شغلك، مش عارف ايه، طب انت خلصت ورق، مش عارف ايه، قال يعني، فاهمين؟ فده هيكون عندك. انت ممكن تشوف ان هو بيتكلم في حاجه عمليه وعايز يساعدك بس ان احنا كاصدقاء او ان احنا ايا كان، ولكن لا، هتكتشف ان هو مش عمليه خالص، عمليه مين يعني، لا هو عايز ان هو يقرب. طيب وتقدر تشوفها بيه ان هو هيبقى بيراقبك بس هيجري، اول ما انت تيجي تقرب كده ولا تلوح دماغك عليها هتلاقي ان هو بيجري عينه الناحيه الثانيه. البرج اللي بعد كده برج الجوزاء، هيغزلك برج الجوزاء، هيغزلك ما فيهاش كلام. برج الجوزاء يقولك ايه ده، لا لا لا، ايه الحلاوه دي، لا انت حلوه النهارده، على فكره حلوه قوي قوي التيشيرت بتاعك ده، انت مش عارفين اللي هو لازم تعقيب على اي حاجه، هيحسسك بالاهتمام بس بطريقه الغزل، بس بطريقه حلوه جدا، بطريقه ممتعه. انا بحب اشوف ابراج برج او بشوف برج الجوزاء وهم بيغزلوا الناس، بس اصلا عندي برج الجوزاء ولما بيغزل حد بقى انا اللي بضحك، انا اللي بتفضح وبضحك عامه يعني. فعندنا برج الجوزاء هتلاقي ان هو بيخش يغزلك على طول، بيتحرجوا، هم بيتحرجوا بس لما يبقى هو قلبه متعلق بحد او هي قلبها متعلق بحد، هيبقوا بيعلقوا على الشكل، على المظهر، حلو قوي الستايل ده، مش عارف ايه، اللي هتلاقوا حتت الاهتمام وليها علاقه بالغزل شويه. ورجل الجوزاء بيغازل، مش كله ده، ده حسب برضو التنشئه الاجتماعيه، والبرج الصاعد بيتحكم في الموضوع ده. انما انت لو جوزاء والبرج الصاعد بتاعك جوزاء، لا ده انت بتغازل وش. طيب البرج اللي بعد كده برج السرطان، برج السرطان هتلاقي ان برج السرطان بقى هيديلك حنيه، هيبقى يعني عايز يقرب منك هتحس ان هو حنان كتير، عاطفته هي اللي هتتحكم فيه، عاطفته هتتحكم في نظره عينه، هتلاقيهم بيهتموا بنفسهم قوي ولبسهم والستايل والطريقه والكلام ده كله، هتلاقيهم ان هم بيبصوا لك نظره حنان، هتلاقيهم ان هم عايزين يقربوا منك. اقول لكم على حاجه، هتلاقيهم واقفين قدامكم ولا نعم انا باصص، ابص براحتي، نعم يا عم، هتلاقيهم اللي هم واقفين بيبقى لا شعوري، هتلاقيهم واقفين بيراقبوك كده ويبصوا لك كده سحره. فهتلاقي ان هم بالفعل عاطفتهم هي اللي بتحركهم، اول ما انت مثلا تقول له في حاجه ممكن يتحرج ويتلخبط وتتحرج والكلام ده كله، هم عندهم عاطفتهم بتخليهم يعملوا افعال او طريقه ما يتوقعهاش هم نفسهم ان هم يكونوا في الموقف ده او الموضوع ده، فعندهم ده جدا جدا. برج والله برج حنين، واللي يعني اللي بيرتبط بيه بيبقى حظه، بالذات مرقه برج السرطان عامه. بعد كده من الابراج برج العذراء، برج الاسد، برج الاسد عندك هيكون فيه او عنده هتلاقي ان هو بيعمل ايه، اهتمامه القوي بيك هذا دلاله على الحب، بس الاهتمام اللي نوعيته ازاي. هو طبعا برج الاسد هتلاقيهم بيتكلموا معاكم سواء رجل او مرأة، هتلاقيهم ان هما بيبتدوا، هما قويين ان هما يبتدوا، هما لو بيحبوا حاجه يتمسكوا بيها جدا جدا، فهتلاقيهم ان هما بيهتموا بيك، ايه عملت كذا النهارده، طب انت شغلك كذا كذا، طب انت حصل كذا، طب انت تعبان، طب ما شفت رحت عند دكتور كذا، طب هيبدا ان هما يهتموا بيك، مش عايزين يشوفوك تعبان، مش عايزين يشوفوك ان انت زعلان، مش عايزين يشوفوك اي كان، فهتلاقيهم ان هما مهتمين بيك لحظه بلحظه. لو انت كنت معاهم مثلا في الشغل وتعبت وكده مش هتسيبك، هتتصل بيك كتير عشان تطمن عليك لحد ما تكون كويس. هما بصوا ملوك الجدعنه، هو مش ملك اللي هو الكينج، لا هما ملوك الجدعنه بجد. طيب بعد كده برج العذراء،
برج العذراء لما بيحب هتلاقيه ان هو بيعلي من نفسه. بص بقى الاختلاف القوي ده، برج العذراء هيراقبك ويبقى بيسألك كتير جدا جدا، بيسألك وعايز كاهتمام، كنوعا ما من الاهتمام ده، ممكن بقى على حسب انت بقى تفهم اهتمامه بيك ازاي، او تفهم الاسئله الكتير دي زي ما هو على حسب. انا اوضح لك ان اسئلته الكتير ده اهتمام وحب، اوضح لك ان مراقبته ليك ده مش معناها قله ثقه، ده معناها حب، فبيحب يشوف كل حاجه عنك، عايز يكتشف الشخصيه دي، عنده هو نوعا ما من الغموض، فبيحب انه دايما العكس بقى، ان هو يكتشف اللي قدامه جدا، وفي نفس الوقت كرامتي قلبي، لا ما جيش انا كذا، لا ما نعمل، عارفين اللي هو بيقرب ويتراجع عشان شخصيتي وعزتي والكلام ده كله. ده برج العذراء، محتاج بقى ان انت تكون فاهم وتجيبه، هاته يعني تكون جامد معاه. طيب البرج بقى برج اللعيب، برج الميزان. برج الميزان لما بيحب هيراقبك، بس هو بقى عنده حاجة في دماغ بقى، يعني هو ايه، هتلاقيه ان هو بيتكتك كده، شخص بيتكتك في حياته كلها، يبدأ ان هو يبص لك وبيبقى عارف، بيبقى عارف ان هو بيبص لك وعامل حسابه ان انت لما تيجي قال تاخد باله، يوم هو مضير نفسه وش يعني قال انا ما كنتش واخد بالي خالص ان انا ببص لك، يا حرام، لا 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 لا. فهو عارف ان هو يعمل ايه، هو عارف ان انا لما يجي يبص لي انا هضير وشي عشان هو قال ما ياخدش باله ان انا ببص له. هو قاصد، هو قاصد، برج الميزان بيبقى قاصد ان هو يبص لك فيجذب لك، يعني دي طريقه جذب الانتباه، قال انا ما شفت ايه ده، انت بتبص لي خدت بالك، لا اضير وشي. فدي نقطة. النقطة التانية انه ممكن يبقى عارف ان انت واقف هنا، انت موجود في المكان كذا، انت جاي النهاردة كذا، فيبدأ ان هو المعدي من قدامك ومش شايفك خالص، وبيتكلم بقى ومش عارفة ايه والدنيا ومفيش اي حاجة خالص خالص، ويبقى في الاخر ايه ده انت هنا، معقول انت موجود، لا لا ازاي، ايه ده ما كنتش اعرف. هو كان عارف، يعني هو كان عارف، هو برج مفيش حاجه بتفوت من تحت ايده. ده برج الميزان ده غريب غريب عامه. كمان تلاقي برج الميزان بقى وقت لما يكون في حد بقى ومعجب بيه جدا، الاهتمام بيخر بقى، اهتمام بنفسهم قوي، الشياكه، احلى نوع عطر ممكن يجيبوه في الدنيا هتلاقوه، هم عندهم دايما بيبقى فيه عطر مميز كده، لكن ممكن التغيير واجب عادي جدا، يعني اهم حاجه ان هم يكونوا مميزين حلوين، احلى ناس موجوده ومش واخدين بالهم خالص خالص، هم بيتكتكوا. برج الميزان ده يعني غريب، انا الميزان انا يعني. المهم بقى برج العقرب، برج العقرب نفس بقى الموضوع شويه، يعني هتلاقيهم ان هم بيهتموا بنفسهم جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت برضو بيبصوا لك، وفي نفس الوقت تلاقيهم مغيرين عليك قوي، النظره فيها غيره، يعني النظره نفسها فيها غيره عليك، لو انت مشيتي مع حد او كلمتي حد هتلاقي النظره لو في شرار هيطلع، هينط شرار، ما بيعرفوش، على قد ما هم ابراج غامضه، لكن لما بيحبوا حد عينهم ما يعرفش يداري ابدا، عينهم بتوضح كل شيء. في نفس الوقت هتلاقي ان رد فعلهم او طريقه كلامهم، ما نروح كده نكلمهم كده شويه، نقرب كده، يعني نقرب العلاقات والمسافات، اللي هو عايز ان هو قال يعني بيعاكس، قال يعني بيتكلم، قال يعني اصدقاء. ده طريقه مهمه كتير لبرج العقرب. برج القوس، انا بقول لكم على نبذات صغيره كده عند كل برج. برج القوس، برج القوس ما بيسميش، برج القوس كرجل بيعاكس، برج القوس ايه ده، لا ده احنا نرتبط بقى، برجل القوس ما عندهوش يعني فين الحب، ها فين فين فين، ها يلا نرتبط يلا نقرب. ده رجل القوس، مرأة القوس هتلاقيها ثقيله، هتلاقي اللي هو عايزه تيجي تكلمك كده وتقرب، وبس ترجع تتراجع، بس مع المروح والمجي ده هيحسسك ان في حد هنا عايز يقرب لك، هيحسسك ده، فتبدا انت تقرب، فهي ما تصدق، فايه اذا خلاص بقى، يعني مع تقولها بقى والحاجات دي، ده هيحسن المواضيع. برج الجدي، برج الجدي هيكون عندهم الصداقة، ايوه يعني هم حابين الشخصية دي، هوب احنا هنصاحبهم، بيبقوا اصحاب، بنبقى اصدقاء، بيبقى نعرف ايه مش عنهم، بيتعاملوا ازاي، نقرب من بعضينا، مش عارف ايه، نجذب بعض من حيث الصداقة، اول ما نجذب بعض من حيث الصداقة هوب بقى ممكن الصداقة تقلب لارتباط، مفيش اي مشكلة. برج الجدي اساسا او عادة بيحب كتير ان هو عشان يرتبط بحد، فيكون الحد ده فيه شروط كتير مستوفية، او فيه حاجات كتير انا لاقيها في الشخص ده، فعشان كده دايما هتلاقيه ان هو بيختار اول حاجة الصداقة، والصداقة بيكون عنده مبابها، يعني بيكون اسهل كتير، اللي هو يتدخل في امور معينة، تتدخل في امور معينة، كلمة كلمة، حنا هنا ايه بقينا اصدقاء، فده
بداية العلاقات العاطفية، ولكن لما تكون أصدقاء وعايز تفرق ما بين صداقة ده الجدي مع فلان أو صداقته معايا، هتلاقي إن الجدي هيكون مهتم بيك أكتر، بيتكلم في التليفون كتير، على السوشيال ميديا كتير، هيكون بيبقى نظراته ليك أكتر، اللي هي حيث إن هو عايز يكتشفك أكتر. ده برج الجدي مع اهتمامه بنفسه برضو جدا. برج الدلو بقى، برج الدلو ده ملوش حل. هم أبراج ليهم، هم أساسا أصحاب الناس كلها، يعني هم اصحاب الناس كلها، بس هم اصحابهم اللي بيختاروهم اصحابهم قليلين. فعامة ان هو يخليك صديق ليه وقريب منه جدا، ده حاجة في حد ذاتها قوية. النقطة التانية ان برج الدلو هيبقى بيهتم بيك، اللي هو عايز يعرف عنك حاجات حتى عائلية، عايز يعرف عنك انت هل مرتبط ولا لا، هل مش عارفة ايه ولا لا، طب ايه اللي حصل، طب ايه مش عارفة ايه، يبدأ يسألك وينخبش في حياتك كتير جدا جدا عشان يكتشف اللي محدش يعرفه، يبقى بحيث ان هو شخصية مفضلة، يبدأ يحكي لك عن حاجات كتير. ده برج الدلو. برج الدلو يعني تقدر تكتشفه من كلامه، من نظرة عينيه، نظرة عينيه بتكون واضحة كتير قوي. برج الدلو ده عينيه فاتحة في كل حاجة، كل حاجة، بس هم ليهم اصدقاء كتير، فعليك ان انت تحدد هل انت صديق عادي ولا صديق غير عادي. ولو غير عادي هيبقى اهتمام اكتر بنغبشة في حياتك اكتر، بانه يقول لك حاجات عن حياته اكتر، مع اهتمامه بنفسه اكتر. برج الحوت، لا برج الحوت غلبة قوي، على قد ما هم بيحبوا اصدقائهم، وعلى قد لما هم حاجات كتيره بقى ملناش علاقه بالنقطه دي، بس في النقطه دي لما بيحبوا بيكونوا سرحانين كتير، سرحانين فيك انت بتتكلم هتلاقيهم سرحانين فيك، هتقول له انا كنت بقول ايه دلوقتي، هينسى، مش عارف انت كنت بتقول ايه، هو كل اللي شايفه طريقتك، كل اللي شايفاه طريقتك، بيركزوا معاكم قوي، هم بيبقوا بيحبين الشخص، عاطفيين، فيهم شويه من السرطان في النقطه دي، يعني برج الحوت فيهم شويه من السرطان في النقطه دي، وفي نفس الوقت عندهم استعداد يتكلموا معاك ولو ساعتين ثلاثه اربعه 24 ساعه في اليوم، ما عندهمش اي مشكله. وقتها لا هيفتكر حمام ولا هيفتكر كان وراه مش عارفه مين ولا اي حاجه خالص. ده برج الحوت لما يخلص معاك كلام هيبدا اللي هو مثلا بيتكلم معاك في الموبايل، هيبدا يبص في الموبايل كتير قوي قوي، اللي هو يعني لقد فعلتها، عارفين اللي هي الحاجات دي، فكلامهم معاكم حتى كتير، ده كان احنا بنحب خلاص بقى، قال انت وافقت بقى على الارتباط بقى وخلاص بقى، الدنيا بقت لميع والحاجات دي. فبرج الحوت عاطفيين جدا برضو، يا بخت الناس اللي معاها برج الحوت، ابراج حنينه جدا جدا، واللي يفهمهم يكسبوا، اللي يفهمهم يكسبوا. بصوا انا طولت عليكم بما فيه الكفايه، دي حاجات كده صغيره عن مجموعه الابراج. عامه انا بشكركم كتير جدا جدا طبعا، اللي ورايا ده انا حبيت ان انا اظهر لكم بعض الاحتفالات بقى، وبما ان احنا بنتكلم مع على موضوع يخص كل الابراج، انا بشكركم كتير جدا، بحبكم كتير، وعايزاكم بقى تحتفلوا معايا. الفيديو بتاع عيد ميلادي هينزل، بس عشان معطله شويه، عشان اللي هو يعني بشيل حبه اجزاء كده اللي كان فيها الفستان كده، فهنزل لكم الحاجات وهي متغطيه والقصه كده. المهم الفيديو هينزل كمان شويه. عامه بشكركم كتير جدا جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.